المشروع هينتج 1,350,000 طن بولي إيثيلين، 900,000 طن بروبيلين، ومنتجات أخرى بيوتادين بنزين. اللي يهمنا في المشروع ده إنه هيحط على الأرض المصرية منتجات متوسطة تستخدم في تصنيع المنتجات النهائية اللي بنستوردها حاليا. فده طبعا بتوقيعنا هيغير القطاع الصناعي بالكامل في البلد. المشروع تكلفة استثمارية تقريبا أقل من 7 مليار دولار بسنة 6.9 مليار دولار، ومتكون من 35% رأس مال مساهمين و 65% قروض. البنوك المقرضة هم بنك الصادرات الأمريكي، بنك الصادرات الكوري، بنك الصادرات الإيطالي، وأوبك اللي هي الأوفرسيز برايفت انفستمنت كوربوريشن في الولايات المتحدة، اللي هو الصندوق السيادي الأمريكاني. وصلنا لمرحلة إن خلينا نقول لو نسبة 70% من إجراءات تمويل المشروع مع البنوك، وبنتوقع إن شاء الله بإذن الله الإغلاق المالي للمشروع هيكون في النص الأولاني من عام 2015. يعني تم الإعلان عن شراكة في هذا المشروع مع شركة جنرال إلكتريك العالمية، حجم أو قيمة هذه الشراكة؟ أولا التعاون مع جنرال إلكتريك متقسم إلى جزئتين. أول جزئية إن جنرال إلكتريك هيكونوا مساهمين في رأس مال المشروع باستثمار تقريبا 2.5%، ما بين 2.5 و5% من المشروع. دي أول جزء. الجزء الثاني إن مش هيوفروا للشركة الكهرباء والمياه، هم هيوفروا المعدات لإنتاج الكهرباء ولتحلية المياه، بس إحنا كشركة هنبقى اللي بنسميها self sufficient، يعني مش هناخد أي مرافق من الدولة. التعاقد على المعدات مش مع شركة التحرير، مع المؤول العام شركة تكنيمونت، وكان رئيس مجلس الإدارة فابريسيو داماتو كان حاضر اليوم، وهو اللي هيوقع التعاقد لشراء المعدات دي أو الأجهزة دي من شركة جنرال إلكتريك. إحنا توقيعنا هيكون توقيع التعاقد المساهمة. طيب توقعاتكم للجدول الزمني للمشروع؟ هو طبعا حجم المشروع كبير، فالجدول الإنشاءات هتتم على 48 شهر من الإغلاق المالي، فإحنا هنبدأ المشروع إن شاء الله في النص الأولاني السنة الجاية، 48 شهر بنا، وبعدين هنبدأ التجارب قبل التشغيل على طول. متوقعين إن الفترة دي ممكن تقعد ما بين 90 يوم إلى 120 يوم قبل ما نخش في إنتاج تجاري. هذا المشروع كما تردد سيكون الأكبر من نوعه في العالم؟ هو هيكون من أكبر النفط كراكرز اللي متواجدة في العالم. في طبعا كذا واحدة النهاردة لسه في الستاديز أو بيتعمل عليهم دراسات، بس احنا متوقعين في وقتها هيكون أكبر واحد.